بيضة القضبان اللي الشارع كان ينتظرها من النواب المستقلين يسوون تحالف معادل ضد نوعي للقوى السياسية اللي تريد تهيمن على القرار، تمرر قوانين إلى آخره، ما موجودة. وهذا القانون قد قدمتوا مقترحات، ما قدمتوا راح يمر، هو هذا اللي يصير راح يمر. بس مو يعني الإشكاليات شنو؟ احنا شوف هذا الموضوع البيضة والقبان، احنا بوقتها كنا القبان والبيضة اثنين عادل، البيضة والقبان بنفس الوقت، لكن بصراحة الصراعات اللي صارت وال يعني اللي صار صار بين الكتل الناشئة الموجودة وتسربوا من الصف، وتسربوا الناس راحوا باسم المستقلين وتحالفوا مع ربعهم، هذا شأن ثاني. لكن والله ما تسربوا من الصف، عبروا من الحلم. ايه اخي العزيز مع الأسف يعني بصراحة قانون دمجها بها اشكاليات هوايه. عندنا مشكله بالاقليات بالقانون السابق مال الدوائر المتعدده، وحتى بالقانون السانت ليبو الكوتا أي. انه المسيحي بموصل يقدر يرشح المسيحي الموجود ببغداد، والبغداد ايضا صحيح. قانون مجالس المحافظات يقول لا، كل من بمحافظته وبيها قرار من المحكمه الاتحاديه انه كل كوتا بمحافظته. هذا هم اشكال ثاني، إذا تدمجها شلون تحل هذا الموضوع؟ عندك قانون ينو تدمجها تسويها قانون واحد، هذا الإشكاليات. عندك إشكاليات بالشهادة المرشحين بالقانون للدوائر المتعددة، يقول لك 20% من الدبلوم من المرشحين الدبلوم والإعدادية أو ما يقابلها صح، و80% بكالوريوس وفما فوق، هاي لكل صح. زين المجالس المحافظات ما بي هذا، عمر المرشحين هم بكارثة، عمر المرشحين هناك 28 هنا 30، يعني كل هذا صاير خبط وجايبين بأربع أوراق ويريدون يشرعون قانون، هذا مو قانون. زي منو اللي قدم النواب؟ منو النواب اللي قدم؟ صدق ما شفت أنا؟ أنا عضو اللجنة القانونية يا إلهي لحد الآن ما شايف. يعني ما تدري النواب العشرة الله شاهد اللي افتروا على الكتل، الله شاهد ما شايفه لحد اللي طبوا من غرفة أول يوم أول اجتماع حتى ينعرض يحتاج ل 50 توقيع. إيه ما ممكن يحتاج 50 توقيع، ما ممكن يعني شلون انعرض وشلون نزل التصويت؟ ما ممكن ما ممكن تصمم. أدري شلون تقدم الهيئة الرئاسية؟ إيه 50 توقيع هذا العشرة ما شفنا، الله شاهد. أتحدى أي نائب باللجنة القانونية هاي من خلال برنامجك يقول لي انا شفت اسمي. والله خطيره هاي، والله ما شفنا اللي احنا باول اجتماع سجلنا التحفظ انا ومحمد عنوز وسجاد سالم. اي جبنا الدستور، جبنا حتى على الستيج ما قرينا، سجلنا التحفظ انا ما قريت، ما صعدت على الستيج. قلت له خلي هم يروحون بالمبدا الاغلبيه، شلون تمرهم انتم مسؤولين على نتائجها بصراحه. يعني ماده 122 من الدستور العراقي عندك خلاف دستوري دمجها، هاي اولا. ثانيا عندك اشكاليات بالنصوص، شلون تقرا شلون تقرا وصدق هذا اقول لك، هذا اقول لك يا للتاريخ. انا ما عندي خطا، اي خط احمر داخل الاجتماع سين من الناس ما ادري طلع من لسانه راد يقولها قصدا، قال لي ترى احنا اجتمعنا، احنا تحالف اداره الدوله اجتمعنا من الكتل السياسيه واتفقنا نجيب هذا القانون. يعني شنو يعني انتم كلكم احنا ناخذ قرارات السياسية خارج قبة البرلمان ونجيبها ونفرض عليها. قال لك 16% ممثل البرلمان.